اليوم تنظم وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة الدورة الثامنة لجائزة تميز للمرأة المغربية حول موضوع المقاربة المندمجة لتمكين المرأة بالوسط القروي باستخدام التكنولوجيا الحديثة. وهذه الدورة تجي في واحد السياق وطني متميز جدا، بأولا مراجعة مدونة الأسرة بتعليمات من صاحب الجلالة نصره الله الملك محمد السادس نصره الله، وأيضا تفعيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية خاصة فيما يخص الدعم المباشر للأسر، وأيضا تفعيل برنامج الحكومي من أجل الرفع من النشاط الاقتصادي للنساء. فهذه الدورة استقبلنا واحد العدد كبير من المشاريع، نقدر نقول رقم قياسي بالمقارنة مع الدورات الفارطة، فهو 753 مشروع. فيما يخص مقارنة 2021 65 مشروع، و2022 أكثر من 240 مشروع. فهذه المشاريع استقبلناها عبر منصة رقمية، واشتغلت لجنة التحكيم. ونغتنمها فرصة باش نشكر السيدة سلوى القرقري رئيسة اللجنة وعضوات وأعضاء اللجنة اللي هما شخصيات وطنية بارزة من عالم الاقتصاد، المجتمع المدني، مؤسسات وغيرها. فإذا اشتغلوا على انتقاء 12 مشروع من هذوك 753 مشروع عن كل جهة، واليوم غادي يكون تتويج ديال ثلاثة المشاريع. الجائزة الأولى هي بقيمة 130 ألف درهم، الجائزة الثانية هي بقيمة 100 ألف درهم، والجائزة الثالثة هي بقيمة 70 ألف درهم. وطبعا وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة من أجل استمرارية هذه المشاريع واستدامتها الـ12 غادي نقوموا بالمواكبة ديال هذه المشاريع إن شاء الله. وشكرا لكم. سلوى كركب القزيز رئيسة لجنة التحكيم في الدورة الثامنة ديال التميز. حقيقة هذه الدورة عرفت حماس كثير بالنسبة للدورات السابقة، لأن توصلنا أكثر من 750 ملف ديال الترشيح، وكان انتقاء على ثلاثة ديال المراحل. المرحلة الأولى من طرف يعني الكتابة الدامة، شفت شنو هما الملفات اللي كيتجاوبوا مع الموضوع اللي هي التكنولوجيا الحديثه رافعه بالنسبه للنساء في العالم القروي، وكنشوفوا واش تيستعملوا التكنولوجيا الحديثه، واش المشروع كاين على ارض الواقع ولا مازال يلاه فكره. هذا الانتقاء المرحله الاولى عطتنا 252 يعني ملف مشروع اللي اللجنة ديال التحكيم درستهم بدقة واقتنات منهم على حسب المعايير اللي هي مدى استفادة النساء في العالم القروي، مدى استعمال وكيفية استعمال التكنولوجيا الحديثة في هذه المشاريع، مدى كيكون الابتكار بالنسبة لهذه المشاريع، وأخيرا الاستدامة ديال هذه المشاريع. ومن بعد المرحلة الثالثة وقع اقتناء ديال 28 مشروع اللي الأكثرية فيهم تعاونيات، ودرنا واحد الجدول ديال الزيارات اللي كانت منذ شهرين، وجميع أعضاء لجنة التحكيم يعني ب90 لنا تقسمنا على 12 جهة ديال المغرب وقمنا بهذه الزيارات. هذه الزيارات يعني بينتنا بأن كاين واحد القدرات فعالية، كاين واحد الإمكانيات عند النساء، كاين واحد الوعي بأن التكنولوجيا الحديثة غتساعدهم في إطار المشاريع وفي إطار التسويق وفي إدارة جودة المنتوج. ولكن لقينا بأن عرفنا شنو هما المشاكل اللي تيعيشوا بها النساء، وكيفاش يمكننا نديروا تقرير الوزارة باش تواكب هاد النساء كلهم. ومن بعد آخر اجتماع، آخر المحطة، درنا اجتماع ديالنا نهار 10 أكتوبر اللي هو اليوم اللي صادف مع اليوم الوطني للمرأة في المغرب، وهنايا اخترنا 12 مشروع كل واحد كيمثل جهة في المغرب. ومن بين هاد المشاريع يعني اخترنا ثلاثة ديال المشاريع اللي غادي يفوزوا بهاد الجائزة. وأنا تنقول بأن في الحقيقة 12 كلهم اللي حاضرين معنا اليوم كلهم يعني
يميريت هذه الجائزه، ولكن يعني القوانين الداخليه كتعطينا بان ثلاثه، وهاد ثلاثه ان شاء الله اللي غادي يعني نشوفوا يعني بعد قليل، كنتمنوا لهم ان شاء الله النجاح والكامل والمستقبل. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.